مساء الخيرات والمسرات لكم متابعينا من كل مكان. نرحب بكل من يشاهدنا الآن عبر شاشة القناة السعودية وتحديدا في برنامج ديرتنا، هذا البرنامج اللي ما يقدم لكم إلا الزين اللي يشبهكم مشاهدينا من الجولات والتغطيات من مختلف مناطق المملكة. وأقول لكم دائما وأبدا حياكم حياكم في ديرتنا. الله من جديد متابعينا، نبدأ على بركة الله في جولتنا الإخبارية. ينطلق اليوم النسخة أو تنطلق اليوم النسخة الأولى من منتدى مصنعي قطع وأجزاء السيارات في منتدى في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في جدة بحضور المسؤولين والخبراء لعرض الفرص الاستثمارية في مجال صناعة السيارات وأجزائها، وتنظمه وزارة الصناعة والثروة المعدنية والمركز الصناعي ووزارة الاستثمار، ليكون المنتدى حلقة الوصل بين الموردين العالميين والمحليين. ويهدف هذا المنتدى إلى توطين الصناعات الواعدة من خلال الشراكات العالمية وقدرة منظومة الصناعة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. تنعقد النسخة الثانية من فعالية بلاك هات في واجهة روشن للمعارض والمؤتمرات واجهة الرياض خلال الفترة من 14 وحتى 16 من نوفمبر الجاري. وينظم هذه الفعالية الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز بالتعاون مع شركة تحالف تحت عنوان تطورات قطاع الأمن السيبراني. تستضيف هذه الفعالية أهم رؤساء قطاع الأمن السيبراني في العالم. يراقب المركز الوطني للأرصاد المؤشرات الأولية لتقلبات جوية متوقع بمشيئة الله تعالى خلال الأسبوع القادم على معظم مناطق المملكة، حيث يتوقع بهطول أمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة وانخفاض في درجات الحرارة. للمزيد من التفاصيل والمعلومات عن الحالة الجوية، خلونا نرحب بضيفنا عبر الهاتف المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد الأستاذ حسين القحطاني. حياك الله أستاذ حسين في ديرتنا. أهلا وسهلا. الله بداية أستاذ حسين، لو نعرف المشاهدين أكثر عن حالة الطقس في اليومين القادمة على المملكة وعن فرصة هطول الأمطار. نعم، حقيقة ما زالت فرص هطول الأمطار مستمرة على عدد من مناطق المملكة، خاصة المرتفعات الجبلية الغربية والجنوبية والسواحل امتدادا إلى المناطق الشمالية من المملكة. فرص هطول الأمطار مستمرة، قد تؤثر أيضا على المناطق الشرقية والوسطى خلال الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. غدا ويوم غد ما زالت مناطق منطقة مكة المكرمة ومرتفعات عسير وجازان والباحة متأثرة بفرص هطول الأمطار المصحوبة بالرياح النشطة. نحن في فترة مطيرة نتوقع استمرارها حتى نهاية شهر نوفمبر مع دخول أيضا فصل الشتاء. الفرص مهيئة لهطول أمطار على المناطق الشمالية والوسطى والانخفاض الواضح في درجات الحرارة أو اعتدالها على مناطق المملكة. طيب تحديدا أستاذ حسين عن العاصمة الرياض، ماذا عن فرص هطول الأمطار وأيضا انخفاض درجات الحرارة؟ نعم، يعني انخفاض درجات الحرارة تعود إلى اقترابنا من فصل الشتاء. نتوقع بمشيئة الله مناطق المملكة مشمولة بفرص انخفاض درجات الحرارة في معدلاتها في فصل الخريف، وتبدأ بالانخفاض إلى دخولنا فصل الشتاء، ثم بعد ذلك نتأثر بالموجات الباردة التي تساهم بانخفاض معدلات درجات الحرارة، نسجل من خلالها ما دون الصفر على بعض المناطق الشمالية، وقد نلامس الصفر على المناطق الشرقية والوسطى من المملكة.
شكرا جزيلا لك على هذا التوضيح. المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد الأستاذ حسين القحطاني، يعطيك ألف عافية. نبدأ معكم جولاتنا مشاهدين، بداية نأخذكم إلى مكة المكرمة، حيث تضم جامعة أم القرى بين جنباتها متحفا علميا شاملا يحتوي على مقتنيات أثرية توثق التاريخ العريق لمكة المكرمة، ويذخر كذلك بعملات نقدية تعود إلى حقبة زمنية من التاريخ الإسلامي. الزميل بهاء عسكر متواجد على أرض هذا المتحف، ننتقل له بصوت وصورة. مساك الله بالخير زميلي بهاء، لو نقدم للمشاهدين صورة عن هذا المتحف المتواجد فيه وما هي أهم المقتنيات الأثرية، تفضل. مسائك سعيد عهد ولكافة مشاهدين الكرام. أنا في هذا الموقع وهو متحف جامعة أم القرى على مساحة 1300 متر، العديد من الشواهد التاريخية والإرث التاريخي الموجود الموزع على 6 قاعات، أدوات تاريخية يستطيع كل الدارسين بالتاريخ والمؤرخين الاستفادة مما هو موجود في هذه أو في هذا المتحف. طبعا نريد أن نتعرف أكثر وأكثر عن محتويات هذا المتحف مع سعادة الدكتور عبد الله بن حسين الشريف، وهو أستاذ كرسي الملك سلمان لدراسات تاريخ مكة المكرمة. مساك الله بالخير يا دكتور، متحف جميل يحوي إرث تاريخي عريق خاصة عما يحاكي مكة المكرمة وما فيها. محتويات هذا المتحف، أولا نحيي بكم في جامعة أم القرى وفي متحف جامعة أم القرى. لا شك أخي الكريم أن متحف جامعة أم القرى يتماهى مع أهداف وآمال هيئة المتاحف في المملكة العربية السعودية، وأيضا استراتيجيات رؤية 2030، ومن خلاله تسعى جامعة أم القرى كمرفق هام وعنصر مهم جدا من عناصر التثقيف والتعليم في الجامعة أن يقوم برسالته في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 وإثراء التجربة الثقافية لطلاب جامعة أم القرى، للمجتمع المكي، لقاصدي مكة المكرمة والمشاعر المقدسة من الحجاج والزوار والمعتمرين. ولا شك أن هذا الهدف السامي للجامعة ممثلا في سعادة رئيسها الأستاذ الدكتور معدي بن محمد آل مذهب والجهات المختصة فيها، تسعى أيضا إلى تطوير هذا المتحف مع ما يحمله من إرث تاريخي وآثاري وتراثي عظيم جدا، لأن هذا المتحف يحوي أكثر من 7000 قطعة أثرية وتراثية، وهو عددا مهما متنوعا يخدم الدارس ويخدم المتعلم ويخدم السائح وطالب الترفيه، وكذلك يخدم الثقافة، فهو معبر عن الإرث الحضاري والثقافي لوطننا العزيز المملكة العربية السعودية، ويعبر عن الوجه الحضاري الخاص في مكة المكرمة، لأن فيه عدد من المحتويات تمثل روح الحياة المكية، الحج ومظاهر الحج من خلال الصور التاريخية القديمة، صور الحاج القديم، صور رحلات الحج، يمثل النقلة ما بين الماضي وما بين الحاضر. ومن جميع جماليات هذا المتحف أنه يمثل تنوعا تراثيا كبيرا، فهو يحوي الحقيقة نحو 30 نقش صخري تمثل شواهد تأسيسية وشواهد قبور، ومن أقدمها شاهدا في القرن الثاني الهجري والقرن الثالث الهجري، تمثل أنواع من الأعمال الحضارية كبناء حفر الآبار، كبناء البرك، كبناء الأربطة وغير ذلك، إلى جانب الحقيقة العملات الذهبية والفضية والنحاسية والمعدنية، والتي يبلغ عددها نحو 2000 قطعة من المسكوكات، ومن أقدمها دينارا ذهبيا بتاريخ 79 هجرية في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان، إلى جانب الحقيقة يعني بعض المحنطات الحيوانية والطيور والأسماك، إلى جانب البيت المكي، إلى جانب الملابس والأزياء المكية القديمة، إلى جانب النماذج من الصور المكية ونماذج من أدوات الزراعة وأدوات
الحياة العامة في مكة المكرمة وفي المملكة العربية السعودية. جميل. أستاذ دكتور عبد الله، سؤال أخير، متى يفتح هذا المعرض للعامة؟ هو مفتوح للعامة من الساعة كم إلى الساعة كم؟ هذا المعرض بخصوص أنه من أهدافه تنمية الروح الوطنية والهوية التاريخية للمواطن السعودي، أصبح مفتوحا لجميع الفئات، الحجاج والمعتمرين والطلاب والمجتمع المكي، وهو من خلال مدير إدارة المتاحف أنه يفتح طوال أيام الأسبوع في وقت الدوام الرسمي. جميل، شكرا لك سعادة الدكتور عبد الله بن حسين الشريف، أستاذ كرسي الملك سلمان لدراسات تاريخ مكة المكرمة. هذا الإرث العظيم يستطيع الجميع الحضور في خلال أيام الدوام، أوقات الدوام الرسمي، والاستمتاع ومعرفة التاريخ والشواهد الموجودة داخل متحف جامعة أم القرى. إرث تاريخي عظيم يستطيع الجميع الحصول على معلومات قيمة عند وصولهم إلى هذا المعرض. أعود مرة أخرى لك يا عهد. شكرا جزيلا لك زميلي بهاء عسكر، وشكرا لضيفك الكريم على تقديم هذه اللمحات التاريخية عن متحف جامعة أم القرى. مشاهدين، من بعد هذه الجولة نتوقف معكم فاصل وراجعين بجولات، نخلوكم معنا. كل من انضم معنا الآن لمتابعتنا في ديرتنا وجولتنا القادمة اللي بناخذكم مشاهدينا فيها في إيفنت السعودية، حيث أطلق المعهد الملكي للفنون التقليدية في محافظة جدة فعالية معرض فنون البناء التقليدي الذي يجسد أعمال وابتكارات طلاب برنامج دبلوم فنون البناء التقليدي في منطقة جدة التاريخية، وتحديدا في بيت نصيف التاريخي، حيث يأخذ زواره في رحلة تعكس احترافية وإتقان الطلاب والطالبات. تفاصيل أكثر بنعرفها مع الزميلة آية سحرتي. انطلقت بمحافظة جدة فعالية معرض فنون البناء التقليدي الذي يجسد أعمال وابتكارات طلاب برنامج دبلوم فنون البناء التقليدي، انطلاقا من الإرث الثقافي الذي تختزله المملكة والتنوع الجيوغرافي الفريد من نوعه لتكون في مصاف الدول المتطورة سياحيا وثقافيا وترفيهيا. المعرض طبعا في بيت نصيف، في أهم يعني من أهم بيوت جدة التاريخية وفي قلب جدة. المعرض بيعرض نتاج أعمالنا على مدار العامين، وأيقونة هذا المعرض هو مشروع التخرج النهائي للمجموعة كاملة، وهو عبارة عن روشان ودراسة لأحد بيوت جدة مارسنا فيها كل الفنون وكل الحرف اللي احنا تعلمناها وجسدناها في هذا العمل، مثل ما قلت دراسة وتصميما وتنفيذ بيدنا. يوثق المعرض الذي يقام على مدى 14 يوم في بيت نصيف التاريخي أعمال الطلاب خلال فترتهم الدراسية التي استمرت لعامين، حيث يأخذ زواره في رحلة تعكس احترافية وإتقان الطلاب والطالبات وجمالية أعمالهم في فنون البناء التقليدي. بالنسبة لي هذا البرنامج كان جدا ممتع، في خلال السنتين دي استمتعت مرة كثير فيه، عدى بسرعة مرة كبيرة بالنسبة لي، أتعلمت من خلاله حرف مرة مختلفة، وغير الحرف اللي تعلمتها تعلمت مهارات شخصية، منها تعلمت مهارة العمل الجماعي، منها تعلمت مهارة الصبر، بسبب إنه مثلا بنتعامل مع مواد مختلفة زي الخشب والجبس فلازم نفهم نتعامل معاها. احنا خضنا تجربة طويلة لمدة عامين في هذا الدبلوم، تعلمنا فيها الحرف والفنون، مارسنا هذه الفنون والحرف التقليدية دراسة وتصميما، حتى وصلنا لأن احنا ننفذ هذه الحرف بيدنا، وهذا الشيء يخليك مرتبط بالتراث، يخليك مرتبط بهذا الإرث اللي موجود عندنا في مدينة جدة التاريخية، والحمد لله أتمينا هذه الدراسة. يهدف المعرض إلى إبراز تراث جدة العمراني وتعريف الزوار بتقنيات البناء التقليدية التي تم استخدامها في بناء المدينة منذ قرون،
ويقدم تجربة تعليمية متميزة في التعرف على العناصر الفنية لفنون جدة التاريخية التقليدية والمعمارية وتحليلها وتوثيقها مع الحفاظ على الموروث الثقافي. لقناة السعودية، آية سحرتي، جدة. شكرا للزميلة آية سحرتي على تغطية هذا المعرض بهذا الشكل المميز. ومن جدة مشاهدين نرجع معاكم إلى عاصمتنا الرياض، وتستضيف مدينة الرياض مهرجان ثقافة الطعام 2023 تحت تنظيم هيئة فنون الطهي بتراث المملكة العربية السعودية الغني، ويخلق تجارب أصيلة للزوار مما يمكنهم من تجربة الأطعمة التقليدية بطريقة فريدة وفي مكان خاص. تفاصيل أكثر عن هذا المهرجان بيعرفنا عليها وبيقدمها الزميل فيصل القحطاني. مساك الله بالخير زميلي فيصل، إحنا مقبلين على عطلة الويكند، ودنا المشاهدين بعد هذه التغطية يتحمسون ويستمتعون بزيارة هذا المهرجان معك، تفضل. يا هلا وسهلا فيك عهد، مساء الخير لك ولمشاهدين قناة السعودية وفي ديرتنا الجميلة. نعم، أتواجد في حديقة غراسي بارك في وسط حي السفارات. طبعا هذه المنطقة التي تحتضن فعالية مهرجان ثقافة الطعام 2023 لأول مرة في المملكة العربية السعودية. الفكرة مرة جميلة جدا، ممكن وانت داخل حتى الموقع كل الأشياء تدل على أنه فعلا هذه ثقافة أو مهرجان ثقافة الطعام. طبعا في هذا المكان تم تجهيز مسرح يستقبل ويقدم عروض من عدد من الدول، بالإضافة إلى أيضا أماكن ومشاركة من عدد من دول العالم تعرض أكلاتها الشعبية وأيضا أكلات بشكل عام في هذا المكان. ممكنك تتذوق عدد من مدن العالم في هذا المكان، بالإضافة إلى منطقة مخصصة للأطفال في الخلف، بالإضافة أيضا إلى ورش عمل تقوم فيها إدارة المهرجان، ليس فقط في الطهي أو في الطعام إنما في حتى في الحرف ممكن الواحد يستفيد في هذا المكان. طبعا أجواء الرياض مرة جميلة جدا، وإحنا مقبلين على إجازة نهاية الأسبوع رغم أنها يعني قبل الاختبارات، لكن هي فرصة للزوار للاستمتاع بهذه الفعالية من اليوم إلى يوم الأحد القادم من الساعة 5 عصرا إلى 12 مساء. يتم استقبال الزوار في هذا المكان، أكيد دعوة نوجهها لكم للحضور والاستمتاع للي يحب فعلا يتذوق عدد من الأطباق العالمية موجودة في غراسي بارك في وسط حي السفارات. احنا اليوم تواجدنا، طبعا للمعلومية الآن بعد تقريبا 5 دقائق يتم افتتاح أبوابه للزوار لاستقبالهم بدءا من اليوم والاستمتاع بهذه الفعاليات الجميلة. نعم عهد، شكرا جزيلا لك زميلي فيصل القحطاني على تقديم هذه التفاصيل والمعلومات الخاصة بمهرجان ثقافة الطعام على أرض العاصمة الرياض، يعطيك ألف عافية. مشاهدينا نتوقف معاكم فاصلنا الأخير وراجعين بديرتنا، خليكم معنا. جديد متابعينا، خلونا نستعرض معكم الآن هذه المشاركة اللي وصلتنا بعد سديرتنا. شهدت منطقة تبوك منذ عدة أيام جريان العديد من الأودية والشعاب نتيجة الحالة المطرية، ومن أهمها وادي الأخضر، حيث بدأ أهالي المنطقة وزوارها بالاستمتاع في مشاهدة جريان الوادي والجلوس على ضفافه والتقاط الصور التذكارية. انتبه معكم هذه المشاركة وجمال هذا الوادي بعد ست المصور يوسف السيف.
شكرا جزيلا ليوسف السيف على هذه المشاهد البهية والمفرحة من وادي الأخضر في منطقة تبوك. يعطيك العافية يوسف. من تبوك مشاهدين نأخذكم إلى وجهة أخرى، وتحتضن مدينة أبها هذا الأسبوع فعالية الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى في المنشآت الصحية، إضافة إلى فعالية التعقيم المركزي بمتابعة وإشراف من الشؤون الصحية. تفاصيل أكثر عن هذه الفعالية ننتقل بصوت وصورة إلى الزميل أحمد عسيري. مساك الله بالخير زميلي أحمد، تفضل الصوت وصورة معك. أهلا عهد، مساء الخير لك وللسادة المشاهدين، تحية أبثها لك عبر شاشة القناة السعودية، حيث أتواجد الآن في مدينة أبها، وتحديدا أنا في هذا المعرض والذي يحتضن فعالية مكافحة العدوى. هذه الفعالية والتي تستمر على مدى 5 أيام. الحديث عن هذا الموضوع ينضم إلي دكتور إبراهيم عسيري. دكتور إبراهيم، رحب فيك عبر شاشة القناة السعودية، وبودي أن تسلط لي الضوء على هذه الفعالية. بسم الله الرحمن الرحيم، الله يحييكم أستاذ أحمد، وأشكر لكم جهودكم جهود الزملاء. الفعالية هي امتداد للدور اللي تقوم به وزارة الصحة في توعية المجتمع والوصول بقدر الإمكان إلى أكبر فئة من أفراد المجتمع أو طبقات المجتمع. حرصنا أن تكون في مول الوصول لعدد كبير جدا من كل أفراد المجتمع، وطبعا هي فعالية خاصة بالتوعية بمكافحة العدوى وأيضا التعقيم المركزي والتوعية بخطر استخدام المضادات الحيوية. الفعالية هي بتوجيه وبدعم مباشر من سعادة مدير عام الشؤون الصحية منطقة حسير الأستاذ خالد بن عيض عسيري، وكما أسلفت هي تستمر على مدى 5 أيام، بدأت من الأحد الماضي وسوف تنتهي بإذن الله غدا الخميس. حرصنا أن تكون تشتمل على أركان كثيرة، نحاول من خلالها أن نوصل أو أن نوصل للمعلومة التي نريدها إلى أفراد المجتمع بطريقة سهلة وواضحة وتكون مفيدة لهم. دكتور إبراهيم، اليوم أنا أشوف المعرض يحتضن أشياء كثيرة، حدثني عن هذه الأشياء المتواجدة حولنا في هذا المعرض. طال عمرك، كما أسلفت هي تهم الشيء اللي إحنا كممارسين صحيين أو عاملين في المستشفيات نحتاج أن توصل للمجتمع. عندنا ركن خاص بالأهمية تطهير وتنظيف اليدين، عندنا أيضا ركن يتكلم أو يتحدث عن الاستراتيجيات اللي تنفذها وزارة الصحة ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة العدوى والمنشآت الصحية، عندنا أيضا ركن خاص بقسم التعقيم المركزي والدور الخفي اللي يقوم فيه هذا الدور داخل المنشآت الصحية، أيضا ما أغفلنا أهمية وجود ركن خاص بالتطعيم للإنفلونزا الموسمية، وهي يعني من خلالكم نؤكد على الجميع أنه فرصة أن تكون موجودة في مثل هذه الأماكن. دكتور إبراهيم عسيري، مدير إدارة مكافحة الأوبئة، شكرا لك. الله يعافيك، شكرا لوجودك. أيضا يا عهد، ينضم إلي في هذا الموقع مدير إدارة التعقيم المركزي بعسيري، نرحب فيك أستاذ يوسف الشهراني، وبودي أن توضح لي دوركم في هذه الفعالية. حياكم الله وتشرفنا فيكم في فعالية الأسبوع العالمي للتعقيم المركزي تحت شعار وراء كل عملية ناجحة أساسيات وخطوات للتعقيم المركزي. شرفتونا الله يحييكم. نتكلم عن التعقيم، المركزي في المنشآت الصحية، حيث أنه يتكون من 3 مناطق فعلية اللي هي منطقة إزالة التلوث ومنطقة التغليف والإعداد ومنطقة التعقيم، حيث أن منطقة إزالة التلوث يتم إعادة معالجة أدوات التطهير بأجهزة حديثة ومطورة، ثم تنتقل إلى المنطقة الثانية اللي هي منطقة التغليف والإعداد ويتم فيها اختبار مؤشرات كيميائية وفيزيائية، إلى المنطقة الإسترائيل إيريا بتكون شكل آمن بعد الله سبحانه وتعالى لاستخدامها مع المريض الآخر. أستاذ يوسف شهراني، شكرا لك، فالكم التوفيق. العفو، الله يعطيكم العافية، شاكرين ومقدر لكم الله. إذن يا عهد، على مدى 5 أيام يستمر هذا الكرنفال الصحي والذي يهدف إلى رفع مستوى السلامة في داخل هذه المراكز الصحية والمستشفيات، هذا كل ما لدي في هذا النقل الحي. أعود لك بالصورة والصوت. شكرا جزيلا لك على تقديم هذه التفاصيل، وشكرا أكيد لضيوفك الكرام اللي كانوا معك خلال هذه التغطية. نختم معكم مشاهدين جولاتنا بقصة مكان حول عبد الله الصقر مزرعته الخاصة إلى نزول ريفية مملوءة بالتجارب السياحية الجاذبة للزوار من القاطنين في المنطقة وحتى زائريها، يتعرفون على ما تمتاز به المنطقة من ثقافة سياحية فريدة. نتابع معكم تجربة عبد الله الصقر مع الزميل سلطان المرواني. حب
الطبيعة والشغف بها عاملان مهمان في تحويل مزرعة خاصة إلى منتجع ريفي يستقبل أهالي وزوار منطقة تبوك باعتباره وجهة سياحية يقدم عددا من الأنشطة المثرية. المواطن عبد الله الصقر حول المزرعة التي تمتد مساحتها على أكثر من 50,000 متر مربع إلى نزل ريفية تظهر ما تمتاز به منطقة تبوك من سياحة فريدة ومتميزة. فهنا غابة مطرية تحمل بين أشجارها أكثر من 40 نوعا من الطيور المحلية والاستوائية وعددا لا يمكن حصره من الأشجار والنباتات النادرة، كذلك الأبنية الطينية والمسطحات المائية. مثل هذه المشاريع الريفية تخدم توجهات المملكة في تنوع قطاع السياحة وتميزه وإيضاح ما يميز كل منطقة من مناطق المملكة. سلطان المرواني، تبوك. شكرا للزميل سلطان المرواني على هذا التقرير، والله يبارك بجهد عبد الله الصقر، قدم جهد مميز جدا يعطيه ألف عافية. مشاهدينا، إلى هنا نكون وصلنا لختام حلقتنا. دائما نرحب باستقبال مشاركاتكم واقتراحاتكم عبر هاشتاج البرنامج ديرتنا في منصة إكس. ما زال عندنا البقية في حلقة الغد، ننتظركم على نفس الموعد. في أمان الله.